هشتا رمضان نچوي يا ارحم الراحمين تو ما دوقتش قول لها يا ارحم الراحمين افيت نساخ يا ربي تشفى ابو فريكي يا ربي اويد خاز دعاكري يا ربي تطلباتي توجه بيني يا ربي بري امش في مالا خدي دار كفين وبسلمان بريش مزيفت دار كفين رب العالمين ما تشيكتن وعيالي ما عوائلت ما كسكارت ما احبابت ما خلقي ما بوخش كبراميت بسلمان دعادي ما هي بسلمان عزيز ولو دريج بو بس هذا اخر خطبية والله نظم دي شوامر فيلي افخشكت ما وافديكت ما وافكشت ما أبي وكو جلكي بستارة كريا برخوت هيفا رمضان دا يا كتاب سلمان يا كتاب سلمان تو كتاب أن محمدي أن أحمدي أن عبد الله أن عبد الرحمن أن ديماي تو كتاب سلمان هاي بمينة بهر كتاب سلمان بمينة أوان جلكي بستارة كريا برخوت جلكان إخا ودعاء مش خدي تعالى وخدي تعالى ثبات داتا جنيت ما وكشيت ما خدي تعالى با يعني بستارة بكتن بستارة حياي إنما ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يعني كل تشتيتيت أكرين يشقناها بحياة در حق خدي تعالى دا بشرم در حق رب العالمين دا قالي ظلامة كمسؤولة شعفان عوائلها هين يعني بري بري او كتاخو رزكتن ودايكو باب نصحتنا كان ودايونا كان بري بري كيف كتابيت عذاب دون او دين عذاب دون شكيهو سببا تقوى خدي تعالى بسلمان ببابم بسلمان بن شو دي بسلمان بي وزانا اسلامي شدفتن